قعدت بكافيهات البصرة يمكن أتونست بها أكثر من كافيهات دبي. حلو. إذا سألت الإنسان وين ممكن يعيش أفضل، في دبي لو بالبصرة؟ نقول لك دبي. أغلب الناس يعني دبي. يمكن تلقى كم واحد يقول بصري، شايف البصرة ويعرفها وعزيز عليه، لكن مثلا الناس اللي سامعين بس بالبصرة سمع صح، وسامعين بدبي همس يعني ما رايحين لمنطقتي. تحكي صدق؟ لا أنا عشت بدبي يعني فترة، حتى جهالي نقلتهم هناك وزوجتي أيضا وياي كانت. تونسنا بالبصرة أكثر ما تونسنا بدبي. شنو اللي لقيته بالبصرة ما لقيته بدبي؟ هي شوفي، لأنه اكتشفت فعلا أنه السعادة مو أنه المكان يكون راقي، لأن دبي هي فعلا مدينة راقية. دبي أي كل شيء بربيها مصنوع صناعة يعني صح. على كيف يعني. والبصرة تعاني من مشاكل خدمية وتعاني من مشاكل هواي شغلات يعني. لكن السعادة ما تجي من أنت ساكن بأي بيت، ولا تجي أنت راكب أي سيارة. سعادة تجي أنت تلتقي بمنه باليوم. الله، هي هاي السعادة والله. يعني أنت يومك تلتقي بيه بمنه، هذول اللي يحددون أنت اليوم سعيد ولا لا. نوبات قد تكون مكان كلش بسيط، بس أولادك حواليك وزوجتك قاعدة ومتونسة بالحياة وياك يعني، تروح تشوف أهلك. أنا روحت أهلي مقدسة عندي طبعاً. إيه يعني ديك سلف تروح تشوف بيت أهلك يعني، هاي ما يحس إلا اللي اختار. أقعد أشرب شاي بيت أهلي وأخذ تعشى وياهم، ما أعرف إيش هواي من أروح لهم يعني، ما أحس بالعشاء اليوم شنو مسوينا يعني، لأنه أنا المهم بالروحة هي القعدة هاي، هي مو إنه إيش راح ناكل يعني. ف أنت شنو تشتغل وزملائك بالشغل منه حابينك ولا لا، هن ذني الأمور اللي خلن الحياة سعيدة أو لا. ممكن قد تعيش بقصر وتركب سيارة رولز رايز وتركب ما أعرف إيش، لكن ما تلتقي بناس تحبهم. قد تلتقي يعني بناس ما بينك وبينهم شيء. على فكرة ممكن أنه أول أيام حتى لو ما التقيتي بناس تحبهم راح تقول إيه هي هاي السعادة، لكن هاي الأمور بعد فترة تكتشف أنه انبهارك بها يقل. صح، يقل. كلش أفهمك، أنا عشت هاي التجربة. أي والله يعني الله البيت كذا 16 سنة يعني عشتها. ممكن تعيش بيت فارهة جدا يعني تحسها عادي بعدين. سبحان الله، أول يومين ثلاثة إذا واحد يسمعني يقول يا حبيبي يا ناس تلتقي بيه دباع البيت، دباع الدنيا، دباع الحياة، الخدم، الحشم، الشوارع. بعد فترة يقل انبهارك بالموضوع وترجع تحتاج هذا، أنه أنا ألتقي بمنه باليوم دي تشوفين. فطبعا احنا ما نريد نحكي على قضايا اكبر بعد من هذه، هل انت تنام بالليل مرتاح البال ولا ظالم احد وكذا، بس احنا ما نريد نقلب اللقاء درامي شوي. صدقيني بس هذني كافي، انت اليوم تشوف منه يعني. لذلك هو يقول لك مثلا انه حتى اذا كنت عايش ويا عائلتك وعايش في منطقه تحبها، لكن انت اليوم كله قاضي بالشغل برا البيت، فدائما يقول لك يعني لا تشوف اطفالك، لا عائلتك تشوفك، لا كذا. لا، يقول لك مو صح، انت جاي تحرق ايامك بالعمل بدون ما تلتقي بعائلتك اللي هم دول مصدر قوتك ومصدر سعادتك لذلك بدبي كنت افتح الباب القى لقبالي مثلا من يوغوسلافيا اللي شويه من هناك، يعني عائله مثلا من الصين من هناك كذا، وناس لطيفين وحلوين وكذا، لكن ما بينك وبينهم اي اندماج. اطفالي كذلك يروحون للمدرسه وياهم مختلف الجنسيات، يمكن يعني هم عانوا من قضيه انه يعني شلون نبني صداقات وثقافات مختلفة يعني موجودة هناك. فتخيلي بنتي رجعت للبصرة سعيدة هي بالبصرة أكثر ما هي سعيدة بدبي، لأنه أصدقائها بالمدرسة يعني صديقاتها وكذا تعرفوها، تقدر تتعامل وياهم، بيت صح. أهل أبوها وأهل أمها تتونس بي أكثر. الشارع لما تطلع وتشوف مثلا جوارينها فلانة وعلانة مباشرة تصير صداقة بيناتهم. هناك لا، هناك تلقين مثلا يعني كل مجتمع، يعني هو المجتمع يحتوي الجميع. دبي بيها 200 جنسية عايشة تقريبا العالم كله عايش، فتلقين الناس غالبا أول خصوصا الأطفال يدورون على اللي يشبههم، يعني مثلا الهنود يدورون الهنود مثلا، يعني الصينيين يدورون الصينيين، فالعربي يدور العربي، والعرب قليلين يعني تشوف. وحتى لو خصوصا اللغة حتى تجمعهم صح. فبعدين تشوفين أنه حتى بنتي ما كانت سعيدة جدا، ما ارتاحت. هي دولة حلوة كسياحة عظيمة صح، بحيث احنا يمكن ما جاي نروح سياحه لغيرها حاليا، لكن بالعيشه لا.
قعدتي بكافيهات البصرة يمكن اتونست بيها اكثر من كافيهات دبي. حلو. لانه الناس واحتفاء الناس و... صح. وتشوف الناس قاعدة و... وما يعني هذا اللي انت بنص ناس تحسهم يعرفونك يفهمونك وتفهمهم.